عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مسار دعم صناعة السيارات، مشيراً إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقدمة للعمل بالغاز الطبيعي وإقرار الحافز النقدي للسيارات الكهربائية وإطلاق البرنامج التحفيزي لرد أعباء صادرات السيارات، مضيفاً أن الخطوات التي اتخذتها مصر لدعم صناعة السيارات تأتي في إطار خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الإفريقية. استقبل مطار القاهرة الدولي 1,500,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا مقدمة من الحكومة الألمانية. وقالت وزيرة الصحة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الألماني بالقاهرة إن مصر قامت بتأمين إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا فاكسيرا سينوفاك بنهاية ديسمبر المقبل، مؤكدة أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر تحت السيطرة. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.4 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4,921,629 وفاة. وأشار الإحصاء إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بازلي من أن 16 مليون شخص في اليمن يسيرون نحو المجاعة، مشيرا إلى أن الحصص الغذائية للملايين سيتم تخفيضها في أكتوبر ما لم يصل تمويل جديد. وأضاف بازلي أن أموال برنامج الأغذية العالمي بدأت تنفد، مشددا على أنه بدون توفير تمويل جديد سيتم إجراء تخفيضات جديدة في الحصص الغذائية لـ3 ملايين و200,000 شخص في أكتوبر و5 ملايين بحلول ديسمبر. اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنهاء الاستعدادات الفنية الخاصة بالاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أكتوبر المقبل. وأشارت المفوضية إلى ارتفاع عدد المراقبين الدوليين للانتخابات إلى 255 مراقباً. سمعت انفجارات مدوية في أنحاء جزيرة لا بالما إحدى جزر الكناري بعد أن قذف البركان كومبري فيخا الحمم في الهواء، ونجم عن تدفق الحمم انتشار الرماد السام في المنطقة المحيطة بالبركان والذي دمر قرابة 200 منزل وتسبب بإخلاء السكان من منازلهم، كما أدى إلى خسائر عقارية بقيمة 102 مليون دولار.